أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، ففي كل مساء جديد تتشرب أرواحنا بحب الوطن لنشتاق العودة إليه. إن سافرنا مطالبون بكل نسمة هواء ونقطة ماء تسللت لخلايا أجسادنا، مطالبون بكل خطوة خطتها أقدامنا على كل ذرة من تراب أرض وطننا الغالي. اندمجنا به فبتنا الوطن ونحن الوطن. أكيد يا عمرو، في هذه الأثناء والأسعنة لنقول سر يا قلم واكتب حروف ومعاني، سلام المحبة والمودة والإحسان للشهم يلي للإمارات باني وحامي، وطني ذلك الحب الذي ينبض وذلك الحب الذي يعني يلم بالعطاء والذي لا يتوقف، أنت من يبقى حبه وأنت فقط من نحو. عيشي بلادي عاش اتحاد، عيشي بلادي عاش اتحاد، ناراتنا ناراتنا عاش اتحاد، ناراتنا عشقي لشعبي دين الإسلام، إسلام حياكم الله مشاهدينا في هذا المساء الجديد في يوم الخميس. أتمنى بأن هذا اليوم وهو ختام أيام العمل لهذا الأسبوع، نتمنى أن يكون إن شاء الله موفق للجميع وممتع وسعيد برفقة كل من تودون وتحبون. طبعا اليوم مسانا جديد، لذلك أبدأ أمسي أيضا من جديد على زميلي محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور عمر، مسي على المشاهدين في هذا المساء الوطني المختلف لدولة الإمارات، وبالتأكيد في حلقة يوم الخميس دائما ما نسلط الضوء على بعض الإنجازات في دولة الإمارات وبعض الملهمين في دولة الإمارات وبعض التفوق اللي نشوفه في دولة الإمارات. طبعا يمكن آخر مساء أمسي عليك محمد، بمالك راح تطلع إن شاء الله إجازة وعقبها راح تكون إن شاء الله في أحد البرامج المميزة في الموسم القادم. إن شاء الله لك توفيق وياك يا رب. تشتغلي صح؟ هي تنقلات، يعني أنت حاليا تعرف من البرنامج لبرنامج وكذا، حديث المساء ترى موجود وإحنا موجودين والزملاء اللي بيكون في البرنامج بعد ما بيقصرون، وأنت ترى بعد يعني مش مستمر في البرنامج بعد، رايح معاي يعني يعني ما راح نشتاق لبعض، بنلحق بعض. لا بس عجبني إنك ما أخذ دور المهم، يعني عمر تعرف انه يعني مشاهدينا نقول عناوين والله هذا الواحد اللي ما يعطي مجال انه يعبر شويه. نروح معكم مشاهدينا العناوين، نبدا معكم اول هذه العناوين. عنواننا يقول اول اماراتيه وصلت للقطب الجنوبي في الدوله. اذا اول اماراتيه، انجازات الاماراتيين دائما في كل المجالات، والمراه الاماراتيه هي تتحدث عن نفسها، لا تحتاج الى إعلام، لا تحتاج إلى كتب، لا تحتاج إلى تاريخ، والله بأفعالها في الحاضر وحتى في ماضيها هي تحدثت بنفسها عن كل ما تستطيع تقديمه لمجتمعها لوطنها ولكل ما يفخر بهذه الأرض الطيبة بالمرأة الإماراتية فيها، أصبحت نموذج يحتذى فيه من خلال كل امرأة حول هذا العالم. اليوم دائما عندهم من أهدافهم بأنهم يوصلون إلى مكانة المرأة الإماراتية من ما حققت في جميع المجالات. أكيد طبعا. أما انتقالا إلى عنواننا التالي، تراث الإمارات نهج يصون شعب الإمارات.
بالتأكيد تراث الإمارات وعادات الإمارات والتقاليد الموجودة والثقافة الموجودة والتاريخ طبعا. الموجود اللي اليوم تنقل إلى الأجيال، تنقل صحيح. إلى الدول، تتعرف عليها الجميع من خلال هذه الأمور اللي نقدمها ونسلط الضوء عليها، سواء كانت من برامج أو أحداث أو غيرها من هذه الأمور أو فعاليات أو أمور كثيرة تقام تخص التراث. فبالتأكيد ضروري اليوم التسليط على مثل هذه الأمور، ضروري طبعا. اليوم أحياء مثل هذه الأمور التراثية، ولو أنه وصلنا إلى عصر التطور والتكنولوجيا وغيرها، بس يبقى هذا تراثك، يبقى هذا ماضيك، تبقى هذه هي عاداتك وتقاليدك. أكيد بلا شك، فأكيد للتراث يعني أهمية كبيرة جدا، لذلك نحن حتى في حديث المساء محمد في كل ثلاثاء تعودنا بأن نسلط الضوء على جزء من تراثنا الإمارات. أكيد طبعا، وأيضا مشاهدينا انتقالا إلى عنوان حلقتنا الأخير، أبرز أحداث وفعاليات المنطقة الشرقية. يا سلام، طبعا دائما ملخص الشرقية يأتي بكل ما تم تطبيقه وإقامته في المنطقة الشرقية من فعاليات وبرامج ومنتديات ومخيمات، وكل المحاضرات التثقيفية الترفيهية الصحية طبعاً. التوعوية وغيرها من الأمور اللي دائما ما نحظى فيها في المنطقة الشرقية من قبل كل الجهات والمؤسسات المعنية بإقامة هذه الفعاليات وهذه المناسبات الجميلة. أكيد، واليوم تشوف هذه الفعاليات وهذه المناسبات اللي تقام وهذه الأنشطة اللي تقام، خاصة أن أنت اليوم تتكلم عن فترة إجازة، فترة العطلة المدرسية، فيمكن قبل ما كانت في هذه الأماكن الكثيرة اللي يعني تلجأ لها تروح إلى بعض الأماكن الموجودة، كانت أماكن معدودة مثل مراكز الناشئة أو غيرها، أما اليوم أصبحت هناك الفرص متاحة، أصبحت هناك يعني الدورات، أصبحت الفعاليات، أصبحت المغامرات، الاكتشافات اللي تقام، فهذه كلها يعني تصب في مصلحة الشخص نفسه. صحيح، فأكيد نشكر كل الجهات المعنية التي تقدم دائما هذه الفعاليات وهذه الأمور الجميلة اللي دائما ما تحفز الشباب، الأطفال، كل فئات المجتمع، حتى كبار السن لا ينسونهم من كل البرامج الذي يتم وضعها على أرض الواقع وتطبيقها بطريقة جميلة ومنظمة وعلى يدي خبراء من هذه الجهات. طبعا بما أن ما عندنا خبر للنقاش أو عنوان للنقاش عفوا، ننتقل مع مشاهدينا إلى أخبارنا في مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر الأول عندي ولا عندك؟ توكل. في خبرنا الأول، جزاك الله خير، أشكر كرمك محمد، والله دائما ما يعني تخجلنا. توكل. طيب، في خبرنا الأول مشاهدينا الكرام، ثقافية الشارقة تكرم الفائزين بجائزة البحث النقدي التشكيلي. أما في تفاصيل هذا العنوان مشاهدينا الكرام، قام سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والأمين العام لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي بتكريم الفائزين في الدورة العاشرة من الجائزة، والتي جاءت تحت عنوان الفراغ في التشكيل العربي. وتعمق الجائزة الصلة بين الاشتغالات العلمية والتنظيرية عبر سلسلة من البحوث العلمية الموثقة والخاضعة لشروط تعمل على اختيار المتميز، وكما تهدف أيضا الجائزة إلى التواصل مع الباحثين والنقاد العرب والتعريف بأعمالهم البحثية وتوسيع دائرة الاهتمام بالتجارب التشكيلية العربية وتوثيقها، وأيضا تشجع المواهب النقدية الشابة والتعريف بها ورصد حركة النقد التشكيلي في المحترفات العربية لبناء الصلة بين المجتمع وفنونه عبر اللغة النقدية. جميل، يعني اليوم عمر لما تشوف مثل هذه الأمور ومثل هذه الفعاليات والجوائز اللي تقام في مثل هذه البحوث النقدية، هذه الأمور الثقافية اليوم تستفيد منها، فهي بالإضافة إلى أنها أنت تستفيد منها، فهي أيضا تجارب للنقاد، تجارب للكتاب، تجارب للأدباء، تجارب للفنانين، أنهم يجتمعون تحت هذا السقف، يقومون بالتعريف عن هذه الأمور اللي يقدمونها، تعريف جمهورهم، تعريف حتى النقاد نفسهم، تعريف حتى الفنانين نفسهم في مثل هذه الأمور، يعني توسع المدارك اليوم يكون عندهم. على فكرة النقد التشكيلي من الأمور المهمة واللي واجب توافرها في ما بين مثقفي هذا أكيد. المجتمع، يعني يقول لك من الجدير بالذكر ولتدعيم هذه الجائزة لهذه المرحلة أو لهذا الاتجاه والمجال، بأن التثقيف في اتجاه النقد التشكيلي يأتي بأن اليوم تتوسع آفاقنا، وحتى إذا كنا نعمل في هذا الجانب التشكيلي فيكون عندنا الرؤية من انطلاقة أن هناك نقاد، هناك من يوجه، هناك من ينصح، هناك من يكون في مجال متميز، فبالتالي أصحاب الخبرات بالضبط، فبالتالي يجب علينا التميز وأن نحن نكون نتطلع إلى هذه المكانة السامية بالكمال فيما نقدم من أمور تشكيلية أو حتى فنية في عالمنا. أكيد، وأيضا عمر ما زلنا مستمرين في فعاليات الشارقة، حيث خبرنا التالي يقول انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، وفي تفاصيل هذا الخبر،
انطلقت فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي في دورته التاسعة في مفوضية كشافة الشارقة بحضور سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة وأحمد برحيمة مدير إدارة المسرح، وتم منح الجوائز لعدد من المشاركات، أولها جائزة أفضل فكرة، وذهبت لمسرحية رسالة لكشافة نادي مليحة الثقافي، وأيضا جائزة أفضل معالجة إخراجية، وحصلت عليها مسرحية برتقالة لكشافة الشارقة، وأفضل مسامر كانت أيضا من نصيب فيصل موسى علي من كشافة الشارقة. وتختتم فعاليات المهرجان مساء الخميس بخمسة عروض والإعلان عن ثلاث جوائز أساسية، وهي أفضل أداء جماعي وأفضل فرقة وجائزة لجنة التحكيم. يا سلام. إذن المسرح الكشفي ينطلق في مهرجانه وفعالياته اللي دائما ما يتحفنا أمانة بكل العروض التي تقدم، يعني لا أستغرب بأن الجوائز تقدم لمن يستحق، لأن فعلا لجنة التحكيم في هذا المهرجان دائما ما تنتقي أبرز هذه العروض، أبرز المواهب، الفنانين، المخرجين، وحتى من الإخراج، فبالتالي عندهم يعني خبرة كبيرة من سنوات مضوا فيها بأنهم يتعلمون ويقدمون في عالم المسرح وعالم الفن بشكل عام، فبالتالي نتمنى التوفيق، ولكن الاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد للوصول إلى هذه الجائزة التي تكرم جهودنا. أكيد عمر، تتكلم عن يعني ثمرة امتدت لسنوات، سواء كانوا من مشاركين أو يعني نقاد أو فنيين، حتى نتكلم عن الإضاءات، عن ديكورات، عن أمور هذه كلها الملمة فيها المسرحية طبعا. فهذه تكون يعني ثمرة جهود، تلاقي عليها فترة التدريب تكون ممتدة لشهور فأيضا لجنة التحكيم في هذه الأثناء يعني تقوم بجهد كبير باختيار مثل هذه الأعمال الفنية، اختيار مثل هذه الجوائز، لأن اليوم أنت ما بتوصل إلى هذه المرحلة إلا وأنت أصلا مريت على عدة تجارب. يا سلام. طبعا فأتوقع يعني مسؤولية هائلة تقع على عاتق الجميع، المنظمين، لجنة التحكيم، الممثلين، العروض المشاركة، كل من يشارك في هذا المهرجان، هي مسؤولية كبيرة بالتأكيد. الحضور يعني عليهم الاستمتاع، ودائما الحضور عليهم بأن يمتلكون هذه الثقافة النقدية الأدبية اللي يمكن يستفيد منها يستقبلون هذا الرسالة بالضبط. فإلى خبرنا التالي مشاهدينا الكرام، حيث 25,000 زائر لمنتزه شرطة الشارقة الصحراوي. وفي تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا الكرام، رحب منتزه الشرطة الصحراوي خلال أسبوع الأول منذ انطلاقة فعالياته في منطقة الكيف بالطائف ب 25,742 ضيف من مختلف إمارات الدولة، والذين حرصوا على الاستمتاع بجمال الطبيعة في الشارقة. واستطاعت الوجهة الصحراوية المثالية للعائلة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أن تحقق مؤشر السعادة للزوار، وهذا من خلال ما تقدمه من عروض ثقافية وترفيهية متنوعة للصغار والكبار. والهدف من ذلك هو إنشاء المتنزه تحقيق السعادة من موظفي شرطة الشارقة وعائلاتهم، وأيضا جميع الزوار من أفراد المجتمع. كما يضم المنتزه بين جنباته الكثير من وسائل الترفيه التي تنشدها الأسرة، بجانب الألعاب المتنوعة للأطفال والتي تشمل الرماية والرسم الحر للأطفال، بجانب المسرح الذي يحفل بالمسابقات والبرامج التوعوية الهادفة والقرية المجتمعية. حلو. يعني اليوم دور الشرطة في التوعية المجتمعية، في الثقافة المجتمعية، في الحضور المجتمعي، تشوفها توسع في دولة الإمارات. صحيح. تلاقي هناك فعلا اليوم تطبق مقولة الشرطة في خدمة الشعب، والشرطة تزرع الابتسامة على الشعب، الشرطة تشارك الشعب أفراحها. فجميلة مثل هذه المشاركات. يمكن مرينا على مثل هذه الأمور، هذه المنتزهات. صراحة مريت عند منتزه الشرطة الصحراوي، من ناحية تنظيم، من ناحية حضور، من ناحية يعني مساعدة الجمهور، من ناحية يعني نواحي كثيرة يقدمونها. صحيح. أمور جوانب كبيرة، بالإضافة للألعاب الترفيهية، هناك أيضا حملات توعوية يقومون فيها أثناء هذا المنتزه، فيستغلون الوقت، يأخذونك. صحيح. في يعني أوقات تثقيفية، يأخذونك في فترات ترفيهية، يأخذونك في أمور توعيك أنت كشخص. طبعا. فيعطيهم العافية فعلا على هذا الجهود. عشان شيء قبل البطايح أنا رحت للطايف. لاحظت الطايف. زرت الطايف يا محمد؟ لا والله. الطايف على فكرة جميلة، فيها بيئة طبيعية جميلة جدا، يعني في المملكة تاريخية. العربية السعودية تاريخية وغيرها طبيعية، يعني تحس انك انت برا على الخليج بمناخ المعروف الصحراوي او الجبلي، يعني تشوف الطبيعه الخضراء اللي فيها، هذا اللي يميز بعض المناطق في الخليج. حتى في فصل الصيف تخيل، فيها بروده، فيها امطار، وفيها اشياء رهيبه جدا. يلا يعني ان شاء الله نروح نزورها انا وياك. والله اتمنى
بما ان نحن خلاص راح نترك المسيح فهي فرصه ان شاء الله نروح نزور الطائف باذن الله. حلو، ولكن بعد الطبيعه موجوده في الامارات طبعاً. وخبرنا التالي اكبر دليل على هذا الموضوع. حيث على فكره الخبر عندي. لا عندي. عندي انا. انت قلت الطائف يوم قلت البطايح قلت الطائف. صحيح، يلا انا اسف. وخبرنا التالي ايضا مشاهدينا متعلق بالطبيعه اللي قالها عمار، وحيث افتتاح موقع الفلج بوادي شيص. دشنا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة موقع الفلج في وادي شيص بإمارة الشارقة بعد ترميمه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية لوادي شيص من خلال ترميم نظام الري التقليدي الفلج، والذي يعد والذي يهدف إلى دعم إدارة التنوع البيولوجي للمواقع والحفاظ على الأساليب الزراعية. ويحظى ترميم نظام ري الأفلاج في وادي شيص بأهمية حيوية نظرا لقيمته ورمزيته الثقافية والتاريخية للمجتمع الإماراتي، وكونه محطة هامة لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراث الدولة، إضافة إلى المساهمة في تنمية البيئة في وادي شيص عبر توفير المياه العذبة. كما يعتبر هذا المشروع بمثابة مصدر فخر لتجسيده الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها تعزيز رفاهية دولة الإمارات وشعبها. طبعا في منطقة شيص اللي تعتبر من المناطق الجميلة في المنطقة الشرقية وتابعة لإمارة الشارقة لما لها من أهمية تاريخية، أهمية جمالية، زراعية، جبلية، فيها الكثير من الأمور التي يعني سارت على مد هذه السنوات الماضية. أكيد يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا بأن نحن دائما ما نستقطب كل من يسلط الضوء على هذا الأمر ويتحدث بحب عن هذه المنطقة ويعطيها حقها من كل ما تقدمه اليوم من برامج. فعلا اليوم عمر منطقة شيص بهذا الاهتمام الأخير اللي نشوفه. صحيح. بهذه النقلة اللي تشهدها هذه المنطقة، لأنها منطقة جميلة، منطقة يعني طبيعية تتميز بهذا المناخ الجميل، تتميز بهذه الطبيعة الحلوة في هذه المنطقة، فتلاقي فيها الرحلات، تلاقي فيها الأمور الكثيرة الجميلة. وإضافة إلى ذلك هذا طبعا كل شيء، هذا الشيء موجود في الإمارات كلها، بس تلاقي هذا التميز في منطقة شيص اللي هو التكاتف والمحبة. صحيح. ويعني التزاور فيما بين. صحيح. وأكيد محمد عشان نعطي هذه المنطقة حقها أكيد يسعدنا بأن يكون معنا عبر الهاتف نائب والي منطقة شيص الأستاذ محمد خميس النقبي. حياك الله ونمسيك بالخير. مساك الله بالنور السرور يا طويل العمر، حالكم ولا بخير؟ طيب. الله يسلمك بخير. نعم. عافية ويسرك الحال. نشكر جهودكم وخاصة في التلفزيون الشرقية طال عمرك من كلبة على جهودكم المبروكة، ودائما ما شاء الله هذه القناة متميزة ودائما ما توجد عندنا في شيص بشكل يومي طويل العمر. واجب بوجودكم وبفضل يعني هذه المبادرات الطيبه القناه استمرت طويل العمر. الله يسلمك. الله يسلم. طيب يعني في هذا الشان وفي هذا الاطار اكيد نتحدث عن افتتاح الفلج في وادي شيص، خبرنا عن هذا الفلج، عن اهميته، عن موقعه، وعن ابعاده ان شاء الله القادمه في الفتره المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تعلمون الأفلاج جزاه الله خير صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم مادة الشارقة جزاه الله خير قبل 30 أو 35 أمر بترميم هذه الأفلاج ووضعها إلى هذا المستوى اللي الحين احنا قائمين عليه، ولكن جزاه الله خير اليوم معالي الوزير ثاني بن أحمد الزيودي تم الافتتاح طبيعة المكان ومسار لهذا تحسين الفلج الموجود في المنطقة. طبعا مثل ما تعلم أن هذا الفلج كان قديم، ولكن تم ترميمه عن طريق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة وبالتعاون مع شركائهم الاستراتيجيين، واليوم الحمد لله رب العالمين وضع هذا اللمسات الطيبة أساس أنه هدر هذا المياه طال عمرك الموجودة في المنطقة وتحسين طبيعة. طبعا مثل ما تعلمون منطقة شيص ما شاء الله منطقة جميلة تكسوها الأشجار ما شاء الله وكثرة المياه الموجودة، ولكن ارتأت هذه المؤسسة أن للحد من هدر المياه الموجودة طويل العمر ونحدها من وضعوا لها ما شاء الله يعني تنقيط للمزارع والمحافظة على وفرة المياه في المنطقة. طبعا وضع بعد أيضا لترميم الدرج القديم في منطقة شيص وتحسينه وجعل ممر طبيعي لصعود أهالي المنطقة الموجودين
وايضا لممر امن للسياح. طبعا منطقه شيص تشهد كثافه سياحيه في المنطقه، وخاصه بعد ما افتتح سمو الحاكم الله يطول عمره طريق الشارقه خورفكان. طبعا كان تدفق الكثير للسياح من جميع انحاء الدوله وايضا من خارج الدوله. اليوم نحن الحمد لله رب العالمين جل معالي الوزير افتتح هذا المسار الطبيعي في 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 الوادي والمنطقه القديمه، تعزيز للسياحي او البرنامج السياحي للمنطقه. وايضا وفي برامج ثانيه ان شاء الله راح تاتي عن طريق ممتاز. حكومه شارجه بدعم من سمو الحاكم الله يطول عمره لترميم المنطقه القديمه وتحسينها بالكامل، لكن هذه في مشاريع عند سمو الحاكم ان شاء الله بتكون. ولكن الحمد لله اليوم سعدنا بهذه الزياره، وما شاء الله شيصة اليوم تحظى بفعاليات عده بمناسبات عده بالفعل. ما شاء الله من حين لحين يمكن اسبوعيا هالفعاليات موجوده وهالافتتاحات الحمد لله. يخلص مفتوح مشروع نفتتحه فضل الله سبحانه وتعالى، يجي المشروع الثاني وان شاء الله المنطقه ان شاء الله مقبله على مشاريع سياحيه كبيره ان شاء الله في المنطقه، وايضا إن شاء الله على برنامج تراثي ثقافي مثل ما تنعم فيه اماره الشارقه. وما شاء الله اماره الشارقه فيها زخم كبير من الفعاليات التراثيه والثقافيه والسياحيه والبيئيه. اليوم الشارقه اماره الشارقه تحظى طال عمرك بالسياحه البيئيه والاراضي الرطبه، وما شاء الله يمكن شيص بقدره الرحمن راح ان شاء الله في المستقبل تصنف من الاراضي الرطبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ محمد، اليوم يعني شفنا هذا الافتتاح في مثل هذا الموضوع، شفنا يعني مثل هذه الاشياء الطيبه اللي اليوم نشهدها في منطقه شيص، اهميه هذه الامور في دعم السياحه في هذه المنطقه. صحيح طول عمر هذا طال عمرك اليوم سوى ممر او ممشى طبيعي. يعني اليوم السياحه طول العمر اصبحت من افتتاح سمو الحاكم هذه الانفاق وطبعا المناطق الجديده، اليوم الناس ما تبغي السياحه الساحليه، تبغي السياحه الجبليه، وهذا صحيح. وجود الممرات الطبيعيه الموجود على طبيعته يشجع السائح. اليوم الخميس وما شاء الله السياح معنا من الصباح، ويمكن الصور بتمر على الماء بركه الماء، وحتى الممر اليوم افتتحناه ما شاء الله سعدتنا بوجود ناس اشخاص ومواطنين. يعني ما شاء الله انا سعدت يوم تحدثت وياهم قال احنا اللي جاي من الفجيره واللي جاي من راس الخيمه، يعني سبحان الله، يعني مثل ما تقول اليوم فتحناه ولكن ما شاء الله صار التدفق كبير لهذه المنطقه من السياحه. ونطلب بعد احنا الحمد لله رب العالمين اصبح هذه المنطقه منطقه طبيعيه صحيح بالفعل. والناس الان اصبحت طول العمر تحب الطبيعه وخاصه في هذه الاجواء الشتويه نعم، وتخرج عن ضوضاء المدن ولا وترجع للطبيعه، لان كل شيء على طبيعته. استاذ محمد بس لي يعني توضيح اكثر، الفلج راح يستفيدون منه المزارعين بعد باراضيهم نعم. الزراعيه صحيح، كان الفلج في السابق يمكن عمليه تراثيه قديمه، ولكن هذا المره طور ووضع فيه اللمسات النهائيه الاخيره. ليش؟ لان في اول في تسريب في المياه وفي هدر في استنزاف المياه خارج الافلاج، لكن اليوم صار مثل ما تقول ان عمليه ري حديثه لهذه المزارع، بدال ان الماء يمشي في الافلاج، لكن وضع له ايضا طريقه ثانيه انه ياخذ من 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 الحوض ويضخ الى المزارع عن طريق النوافير. هذه توفر طويل العمر الوقت وتوفر المال وتوفر ايضا هدر المياه في الطبيعه. يعني طبعا يعني تحافظ على المياه يعني في المنطقه، هي تحافظ على المياه. طبعا المياه اليوم الماء شريان الحياه اصبح طويل العمر، وجود هذا الماء وجود هذا الماء، لان تعرف الحين منطقه شيص تعتبر الاولى على مستوى الدوله يعني لوجود العيون فيها. هذه العيون الله سبحانه وتعالى حبانا فيها، لكن اذا راحت العيون جف الماء طويل العمر المنطقه. لكن الحمد لله رب العالمين نقول ان شاء الله ان هذا الماء موجود ان شاء الله، وهذه العيون راح تستمر ان شاء الله، وبوجود هذه الشركات وهذه اللي نظمت عمليه الري راح ان شاء الله يكون في تطوير. وطبعا هذه مراحل، اليوم احنا سعدنا بافتتاح هذه المرحله الاولى، ولكن ان شاء الله
نحن ان شاء الله في مراحل كبيره ان شاء الله. طيب استاذ محمد، يعني اخيرا في هذا الموضوع نحن نشكرك على هذا التوضيح وايضا على مشاركتك معنا لافتتاح هذا الفلج. طبعا افتتاح هذا الفلج للتوضيح اكثر هي خطوه للحفاظ على المياه الجوفيه في بعض من المناطق الشرقيه التابعه لاماره الشارقه، والخطوات القادمه بالتاكيد هي تاتي بالفتره المقبله على قدم وساق بان يتم الحفاظ على المياه الجوفيه والتوعيه لكيفيه ترشيد هذه المياه واستخدامها بالطريقه الصحيحه. شكرا لك استاذ محمد وما قصرت. يعطيك العافيه. شكرا. شكرا ما قصرت. حلو. طيب. يعني اليوم عمر نتكلم عن السياحه في المنطقه الشرقيه، نتكلم عن منطقة شيص بالتحديد، السياحة الجميلة الموجودة في هذه المنطقة. يمكن كلنا يعني زرنا هذه المنطقة، شفنا السياحة في هذه المنطقة، شفنا الطبيعة الخلابة الجميلة في هذه المنطقة. فكل الشكر وكل التوفيق لأهالي منطقة شيص وللقائمين على مثل هذه الفعاليات والمبادرات الطيبة في هذه المنطقة. فمشاهدينا احنا رايحين معاكم إلى وقفة قصيرة ونرجع من بعدها نتواصل، خلكم ويانا. وعودة لكم مشاهدينا من بعد هذه الوقفة القصيرة، حيث استطاعت المرأة الإماراتية بفضل حكومتنا الرشيدة أن تتبوأ أعلى المناصب وأن تكون حاضرة في مختلف المجالات، فلم تمنعها مسؤولياتها الاجتماعية كزوجة وأم من أن تخوض التحديات، فقد أثبتت ذاتها على كافة الأصعدة، فكانت الطبيبة والمهندسة والدبلوماسية والمغامرة وحتى الرياضية وغير ذلك الكثير والكثير. فمهما حاولنا التحدث عن إنجازاتها يلزمنا أوراق وأوراق، فهي معطاء كالبئر الذي لا ينضب، هدفا لإعلاء راية وطننا الغالي. وبالتأكيد الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا بأن نرحب بأحد تلك النماذج المعطاءة وهي المغامرة دانا محمد الحمادي، وهي أول إماراتية استطاعت الوصول إلى القطب الجنوبي. فأكيد نقول لك يا مرحبا بك وحياك الله. حياك الله اختي دانا ويا مرحبا بك ويانا في برنامج حديث المساء. يعني اليوم نتكلم عن تجربة مختلفة، عن وصولك إلى القطب الجنوبي. اليوم عمر وصل الرابي وما شاء الله عليه، يعني اليوم يذلنا بالفيديوهات واصل الرابي وناشف توني بعد. فخبرينا عن هذه التجربة، كيف كانت هذه الجرأة اللي جت إنك توصلين لهذه القمة إلى هذه الأماكن؟
أنا صراحة قريت عن إلهام القاسمي وصلة القطب المتجمد الشمالي. صحيح. فقلت لا خلينا أدور القطب المتجمد الجنوبي، سويت جوجل وهذا شفت إنه ما في حد يعني وصل غير الشيخ عبد العزيز النعيمي كأول إماراتي يعني وصل. كلمت اتصلت فيه وقال لي هي ممكن تروحين يعني رتب لي بعض الأمور، أعطاني أتصل في منو أرتب كيف وهذا. ممتاز. كلمت الإنجليزي اللي ودينا الرحلة روبرت سوان واتفقت على الرحلة، بس طبعا كان في تحضيرات أشياء وايدة يعني عشان أرتبها، لاقي لي سبونسر يكفل لي الرحلة، رحلة تكلف مبالغ كبيرة يعني. طيب لو بتكلم عن هدفك للوصول لهذا المكان، شو كان الهدف الأول بالنسبة لك؟ أول شيء ما بقول لك أنها بتحدى نفسي أو تحدي الذات أو شيء، لا أبى أرفع مقال المرأة الإماراتية هنا، أثبت أنها وصلت لأماكن أو وصلت لأنها تكون أم وقائدة وربة أسرة، مش ما يمانع أنها تقدر تمارس هواياتها في نفس الوقت يعني. يعني بالنسبة لنا أعتقد مقارنة بالقطب الجنوبي محمد نحن ما يعتبر عندنا شتاء، ولا نحن بالنسبة لهم صيف نحن. هذا ولا شيء. أنت ما شاء الله مشتي. والله مشتي ولابس كدورة وبردان وكتبي. دخل السيدي وقال حران. ليش يعني؟ ليش؟ الله المستعان. حلو، لما وصلتي في يعني أخذتي هذه التجربة ودخلتي في هذا المجال ووصلتي إلى هذا المكان، كيف كان شعورك؟ كيف شفتي هذه التجربة؟ كيف شفتي اللحظة اللي عشتيها؟ طبعا أنا كنت قبل ما أروح كنت عارفة أني راح أواجه تحديات كبيرة يعني. من أولها البرد، فرق يعني بين إحنا صحراء وهناك تحت الصفر 40 و50 تحت الصفر، فكنت عارفة راح أواجه برد. ما كنت عارفة في أشياء ما كنت عارفتنها يعني، منها الأمواج يعني 30-40 قدم، هذا مثل يقول لك أيام السندباد وكيف السفينة كانت تلعب فينا يعني. في واحدة من أكبر بحار العالم خطرا يعني رحناها، احنا طلعنا من الأرجنتين للقطب الجنوبي خدنا تقريبا 48 ساعة للوصول، تخيل 48 ساعة والأمواج تلعب فينا ما شاء الله. فأنا حتى لدرجة أني فقدت البصر، كنت ما أشوف ما أشوف غير بياض، طبعا هذا في خط الرحلة وأنا راجعة، لأن لون الثلج أثر على عيني. هذا وانت راجعين؟ هذا وإحنا راجعين، لكن وإحنا رايحين طبعا الأمواج هي اللي سوت لي مأساة يعني، أقول يا ليتي ما رحت يعني. هي لحظة كانت يعني بعد الرحلة أكيد كانت في تحولات في حياتك، يعني هناك فارق كبير ما بين قبل الرحلة وما بعد الرحلة، نتكلم عن هذه التحولات وهذه التغيرات اللي طلعت عليك، إن كانت شخصية أو حتى مهنية. طبعا أكيد في تغييرات، أنا كنت شخصية وايد يعني بسيطة جدا يعني، أعرف أن الله أنعم علينا بنعم كثيرة، بس ما قدرت فعلا هاي الأشياء. تخيل قيمة الأرض لما تكون منبسطة، بس يعني إحنا نمشي على الأرض منبسطة، هاي النعمة. تخيل وأنا راجعة مطار دبي أتخيل أني بعدني على الثلج، تميت أسبوعين على هذا الحال لحد ما مخي يعني بدأ يتأقلم على الوضع. هاي بروحها نعمة. صحيح. وجود الكهرباء، وجود الدفء، وجود الماء، يعني إحنا أحيانا كنا نذوب الماء عشان نشرب. صحيح. كان يذوب في الثلج؟ لا لازم تسوي نار ويعني أشياء يعني في وايد أشياء. على فكرة بعد أن وصلت القطب المتجمد الشمالي يعني وصلت للقطبين، سويت القطبين، ففي فرق ما بين القطبين بعد يعني. شو الفرق؟ في فرق، فرق في الحيوانات الموجودة، فرق في طبيعة التضاريس، برودة، فهم الثلاثهم باردين بس يعني في فرق يعني في أشياء. يعني من فترة شفنا محمد وصول فريق من الإمارات لقمة كلمنجارو على ما أعتقد، وفي فريق أعتقد وصل إلى إفرست. يعني لأول مرة في القطب الجنوبي أنت توصلين له، فأكيد تعتبر إضافة للإنجازات. أكيد أكيد، اليوم هذه يعني تتكلم أنت عن إضافة مختلفة إلى تنوع مختلف إلى يعني رحلة مختلفة، رحلة جديدة. فبنتكلم دانا عن الفريق اللي كان معك، يمكن أغلب الفريق اللي معك مش من الإمارات. صحيح. فخبرينا عن الفريق، عن الروح اللي عشتوها، التجربة اللي عشتوها ككل يعني كفريق واحد. يعني إحنا كنا 69 شخص من مختلف بقاع العالم، كانوا أغلبهم من الصين والهند، أمريكا، ألمانيا. ممتاز. كندا، يعني هذول متعودين تقريبا على البرودة يعني. يعني إحنا في ليلة بتناها على الثلج أنا ما قدرت أرقد، ما قدرت، لأن أصلا نسبة الأكسجين، نسبة الأكسجين بعض الصور المعروضة بعد نسبة الأكسجين تتجمد هناك، فالتنفس وايد صعب. عندك الهائي البطاريق يعني كنا حذرين من البطاريق جدا، نكون لازم على الأقل أربع أمتار بعيدين عن البطريق. ممتاز. معنا يعني خطير يعني؟ لا هو مش خطير، بس طائر
طيب زين، لكن يعني كنت حذرين. نحن نتحذر منهم. نعم ممتاز. الخطورات اللي واجهتوها في رحلتكم غير البطاريق ولا ربما بعض الحيوانات؟ طبعا البرد الشديد، يعني لازم احنا نلبس 4 طبقات من الملابس عشان تدفينا. حلو. نتكلم عن هذه الصور. نتكلم بس عن هذه الصور، يعني مثل ما ذكرت ان هنا تكون الخطوره، هنا تكون المغامره، هنا يكون التحدي في هذا الموضوع. قصدك التحدي في مثل هذه المغامرات، الطبيعه اللي شفتوها، الجغرافيا المختلفه اللي شفتيها، في يعني حتى الاجواء البارده وغيرها من هذه الامور، فكيف كانت رده فعلك اول ما فعلا شفتي هذه الامور، شفتي هذه الاجواء، شفتي هذه البروده؟ مثل ما ذكرت ان هي طبيعه جدا مختلفه عن طبيعتنا، وطبيعه صحيح. يمكن تكون يعني نوعيه، فخبرينا عن هذه التجربه، عن هذه الطبيعه اللي شفتيها. قالت لي ترى على فكره، قالت يا ريتني ما رحت في التجربه. لا لا لا، هي كانت لحظه بس، مجرد انه وصلنا وحسيت خلاص يعني ما في امواج هني بديت ارتاح. يعني اول ما فتحنا شبابيك السفينه حسينا خلاص كله بياض، حسيت نقاء، حسيت انه هدوء، ما في استعمال للموبايل نهائيا لمده الفتره اللي تميناها، وايد اشياء يعني تغيرت حتى في شخصيتي. يعني صح اول يومين كنت احاول امسك شيء يعني، فخلاص استغنيت عن هاي التكنولوجيا، عدت للبساطه، الاكل البسيط، يعني الاكل المتوفر تحاول انك تعيش على الاكل الموجود. ممتاز. يعني هي يعني في نوع من الدايت، نوع من الرياضه، توصل للمكان تقدر كل شيء، كل شيء كل شيء تقدر انه سبحان الله، هاي كل شيء اللي عندنا نعمه من ربنا، الرفاهيه اللي احنا عايشينها. طبعًا. يعني طبعًا. انا صراحه قدر شخصيتي فعلا تغيرت. جميل. طيب يعني الرياضه مو بغريبه عليك ولا جديده انود، يعني انت كنتي تمارسين رياضه الكيك بوكسينج. ما تعتقدين انها رياضه ذكوريه شوي؟ هي ذكوريه يعني احس يعني احس حتى الريايل يفكرون ألف مره، يا اخي بتشوه، يا اخي بيصير فيني شيء. انا ما ضارب حد، ما ضارب حد، اسوي في الرياضه حالي. انا حالي يعني اتدرب شيء بروحي، يعني عندي الجهاز وهذا واتدرب فيه، يعني حقي بروحي ادرب، وانا اصلا ادرب، عندي انا مدربه شخصيه بعد ما شاء الله، فادرب البنات. يعني تحسين هالرياضه فادتك حتى في تغيير الجسم، التفكير، التوتر، هذا كله يساعدني. يعني محمد حتى رياضه المشي ما يمارس. انا امارس رياضه التحمل اللي هي معاك، هذا الرياضه الوحيده اللي امارسها. دانا اليوم يعني شاركتي في عده امور، دخلتي في عده مجالات ما شاء الله عليك، من رياضه الى الرحلات الى الامور الاستكشافيه هذه. شو الاضافه اللي شفتيها اليوم؟ شو التغير اللي شفتيه في حياتك من خلال كل هذه الامور، كل هذه النقلات اللي عشتيها؟ والله طبعا غير تغيرت من اشياء في شخصيتي، يعني صرت أشارك أنا بنفسي أعمال تطوعية. ممتاز. لازم أرد جزء ولو بسيط للدولة. الدولة ساندتني وايد أمور، فترة دراستي، ليه ما اشتغلت، والحين أنا قاعدة يعني حاليا ما اشتغل، بس أسوي أعمال تطوعية وايدة، حفاظ على البيئة، تنظيف البيئة، مجال التعليم، الأطفال هذيل أروح أزور المدارس والكليات، أعطيهم عن القياده والليدرشيب. انا درست في بريطانيا عن وومن ليدرشيب، ما شاء الله، زي عندي شهاده في الكوتشنج في الليدرشيب، يعني اعطيهم، يعني ابيهم يستفيدون. شو اللي انا تعلمته ابرد الجميل للدوله. في بريطانيا درست؟ درست في بريطانيا. نعم. محمد عنده ميداليه من ثاني ابتدائي. حلو. انت وين درست؟ انت وين درست؟ هي درست في بريطانيا، انت اي جامعه درست؟ رد. والله ما اتذكر. شفت؟ لانه ما درس، لانه خلص ثانويه، وإنسان مادي ترى عمر، إنسان جدا مادي، خلص ثانوي راح يدور وظيفة. المادة هي على فكرة يعني وسيلة، وسيلة، ولكن برجع لك في هذا الموضوع. لا لا، كمل 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 فلسفتك. أنا بروح هذه الجوائز اللي ذكرتيها، أكيد حصلتي على جوائز كرموت في أكثر من مكان، فخبرينا عن الجوائز وهالتكريمات. طبعا أجمل جائزة واعتز فيها اللي حصلت على وسام من شيخ محمد بن زايد، كشخصية اتحادية إماراتية سنة 2014، هاي اعتز فيها وعليه توقيعه وهذا. كشخصية اتحادية أنا وايد اعتز بها، شيء غير طبعا التروفيز، أشارك في المستشفيات، أعمال رياضية،
امراض السكري او يعني اشياء توعويه اشارك فيها. طيب كل هذه الامور يعني ما استغليتي مواقع التواصل الاجتماعي بينك انت؟ انا ضعيفه في التواصل الاجتماعي يعني هذا الشيء علي انا. انا وايد اشارك في اشياء لكن ما احطها في التواصل. مبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي. حلو. دانا ذكرتي في بدايه الحديث انك يعني هذه الرحله اللي رحتيها كلفت كثير من ميزانيه كبيره ويعني كانت مكلفه. منو كان الداعم؟ كيف شفتي هذا الدعم اللي جاك او كيف شفتي هذه الميزانيه؟ ما تراجعتي؟ ما قررتي انك تراجعين عن هذه الرحله كونها راح تكون صعبه ومكلفه وغيره؟ لا انا خلاص كنت مصره وحاطه الموضوع في بالي اسويه. صح الموضوع كان مكلف لكن التحدي الاكبر اني الاقي لي سبونسر راعي للموضوع. طبعا سبحان الله يوم ربنا بيسهل الامور ويسخرها يعني شفت الدكتور سلطان الجابر في معرض البيئة كلمته وقال لي فالش طيب على طول كان هو الرئيس التنفيذي لمصدر فعطاني الرعاية على طول. وطبعا شيء ما يعني أنا هذا الشيء الممصدق بس كتبت رسالة للمجلس التنفيذي أني أنا محتاجة حد يرعالي الرحلة فخلال 4 أيام بالضبط اتصلوا لي قالوا لي أنت بتروحين؟ قلت هذا الحين يمزح، منو هذا اللي يمزح معاي هذا؟ حلو. قال لي تعالي فلوسك جاهزة ووكلي على الله. يعني كان الدعم كامل عليهم هم؟ عليهم كامل كامل، وعدة شركات على فكرة، عدة شركات يعني احنا ما بنسوي لهم دعاية بس انه عدة شركات. يمكن بس بقول لك شيء اضحك لأنه قال لي في البداية هذا الإنسان مادي، وما أعرف من اللي يتكلم عن الميزانية وعن المادة يعني مستغرب منك، ما أدري تناقض نفسك يعني. خليك باتجاه واضح محمد. شو اخبارك انت بخير؟ الحمد لله بخير. الماده شيء ضروري صراحه. طبعا. طيب ابى اروح معك الى خطتك ان شاء الله القادمه. هل في وجهه جديده؟ هل في خطه جديده ممكن حاطتها او مكان جديد حابه تزوريه كمغامره جديده في حياتك؟ شوف يعني هاي من اصعب المغامرات يعني طبعًا. ما اعتقد ان في بعد اماكن يعني ما بنزل في بركان انا. الاسكا. ألاسكا هي نفس ترى هي نفس الخط القطب الشمالي صحيح. نفس الحيوانات نفس الخط نفس البرودة نفس كل شيء ولكن التعرجات على ما أعتقد فيها أصعب يمكن تكون شوف يعني في القطب الشمالي لازم عفوا تستخدم الكلاب عشان تتحرك يعني صحيح. كل واحد فينا عنده ست كلاب يأكلهم يلبسهم يمشيهم يهتم فيهم ممتاز. هاي طبعا تحدي كبير جدا ممتاز. أنا عمري في حياتي ما مسكت كلب ما مسكت قطوة كان دليل فإني أمسك كلب في ذاك المكان خلاص كسرت الحاجز يعني. ممتاز يعني توقع في ظل تحقيق لها إنجازات يعني أنت مثل ما تقولين وصلت إلى قمة جديدة في إنجازات المرأة الإماراتية نحن نشكر لك هذا الإنجاز نشكر بأنك أنت فعلا ضمن نخبة المرأة الإماراتية اللي قدمت الكثير والكثير من الإنجازات للمجتمع الإماراتي فشاكرين أيضا حضورك وقبولك دعوتنا في حديث المساء. والله أنا أشكركم أنكم استقبلتوني وتكلمنا على الموضوع هذا مكانك. يعطيك العافية دانا وموفقة إن شاء الله ونشوفك إن شاء الله في قمم وفي رحلات مختلفة إن شاء الله. إن شاء الله تسلمون إن شاء الله نشوفك في رحلة مدرسة أنت. أنت إن شاء الله نشوفك في رحلة غير الرحلة اللي رحتها أول مرة عشان بس تطلع منه شوية. طيب مشاهدينا نروح معاكم إلى وقفة قصيرة وعقبها راجعين خلكم ويانا. نادي أنت غالية أرض وسما أرض وسما أنت درع عيالنا حفظ وحما حفظ وحما بلادي انتي غالية أرض وسما أرض وسما انتي درع عيالنا حفظ وحما حفظ وحما انتي بعطايات لنا حضن منا حضن منا مهما طول بعدنا مهما طول بعدنا شوقنا يردنا لك مستقر في الفؤاد عظيمة نغدو بغير ظلك طفلا يتيما تسمو بك هاماتنا للسماء تعلو بها رايات مجد العزيمة لك مستقر في الفؤاد عظيمة نغدو بغير ظلك طفلا يتيما تسمو بك هاماتنا للسماء تعلو بها رايات مجد العزيمة إمارات إمارات
إذن عودة لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل الوطني. ويشكل أيضا تراث الإمارات مصدرا غنيا لكثير من حقول يعني المعرفة الأدبية والفنية والثقافية وغيرها من المجالات. وأيضا عند الحديث عن صون التراث المحلي يبرز دور العديد من المؤسسات في الدولة كحضانة وطنية للموروث الشعبي الأصيل، حيث استطاع على أن يجمع بين مفهوم الجمع والتدوين التقليدي للتراث إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتقديم التراث بصورة عصرية، وذلك لبحث الروح في التراث من جديد ليكون كائنا حاضرا في حياة أبناء الوطن ليعتزوا به كونه جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإماراتية. نتعرف معكم مشاهدين أكثر على هذا الموضوع من خلال تقريرنا التالي. الحفاظ على التراث ضرورة أساسية للشعوب التي تسعى لتحقيق ذاتها الحضارية وإثبات هويتها في ماضيها وحاضرها، لتأخذ الإبداعات الجديدة مكانها في خارطة التراث الثقافي وتصبح تراثا يربط حاضر الأمة بماضيها حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخ الحب في نفوس المواطنين من خلال التذكير بماضي أجدادنا الذي يمثل قاعدة الأساس للانطلاق نحو مستقبل يقوم على مبادئ ثقافية واجتماعية قوية. تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراث الشعبي وتعده مرآة لثقافاتها وتوثيقها لحياة الأجداد ونبراسا ينير طريق الأبناء حرصت قيادتنا الرشيدة بشكل دائم على الاهتمام به ودعم الجهات والأنشطة التي تهدف على إحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة الماضي وإبراز هويتنا وخلق شخصية وطنية مميزة لابن الإمارات. من أهم طرق الحفاظ على التراث تعريف الجيل الجديد به في المدارس ومن الصغر من خلال اختيار سبل مناسبة تتماشى مع كافة الفئات العمرية. يسعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة إلى التطوير بشكل دائم حتى أصبحت إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية منارة للتراث. إذن مشاهدينا، مثل ما شفنا معاكم في التقرير السابق عن التراث الإماراتي، يا لجمال المشاهد اللي شفناها، يعني لما ترجعنا إلى زمن الأبيض والأسود في دولة الإمارات، في البساطة، في زمن الشيء اللي يعني كان أساس في بناء هذه النهضة الإماراتية من خلال هذه الحرف البسيطة، من خلال العيشة اللي كانت يعني تحيطها الكثير من المصاعب، الكثير من الشح في الموارد، والكثير من الأمور اللي كانت يعني تعاني منها الأهالي في تلك الفترة. ليش تحسس أنك تلحقت على هذه الأيام؟ والله يا ليت لحقت على ذيك الأيام، والحين أنا مو وياك.
توكل التقرير الثاني عمر اللي حسسني انك انت كنت وياهم في هاللحظات في اثناء التصوير مثل هاللقطات. يعني انت تعيش بمشاعرك وحواسك بانك انت تشوف هالمشاهد. زين عطنا حواسك الجايه. حواسي الجايه طبعا في ملخص الشرقيه راح نشوف معاكم كل ما جاء في المنطقه الشرقيه من برامج وفعاليات في التقرير التالي. We'll be right back.
ومشاهدينا من الفعاليات والمحاضرات والأمور الجميلة اللي أقيمت في المنطقة الشرقية والمحاضرات، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع من برنامج حديث المساء. أتمنى لكم أكيد إجازة سعيدة وإجازة موفقة إن شاء الله برفقة من تحبون. لذلك الحين تقبلوا تحياتنا، مع السلامة، حياكم الله. اعتصمنا حبل رب الكون خلاك العباد لين ما رفرف عالمها فوق على سارية هي بلاد العز واللمجات رمز الاتحاد نفتخر باسم الإمارات الحبيبة الغالية. اعتصمنا حبل رب الكون.